الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم نبتدئ فيه إن شاء الله في الرسالة القشيرية. والرسالة القشيرية للشيخ عبد الكريم ابن هوازن ابن عبد الملك ابن طلحة ابن محمد النيسابوري القشيري الشافعي أبو القاسم زين الإسلام، صوفي مفسر، فقيه أصولي، محدث متكلم، واعظ أديب، ناثر ناظم، يعني أنه شاعر. ولد في ربيع الأول سنة 376، يعني في القرن الرابع الهجري، وقيل سنة 375، وقيل سنة 377، وتعانى الفروسية والعمل بالسلاح حتى برع في ذلك، يعني أن العلماء كانوا يتعلمون الفروسية وركوب الخيل والرماية، كما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه كذلك، حتى إنه قال: شربت ماء زمزم لإصابة الرمي، قال: فكنت أصيب 9 من 10. الإمام الشافعي الرماية بنية التدريب على الجهاد، لا بنية الرياضة وأخذ الكؤوس. فكذلك هذا الإمام القشيري رضي الله عنه، ثم تعلم الكتابة واللغة العربية، ثم سمع الحديث، وتوفي بنيسابور سنة 465، يعني عاش ما يقرب من 90 عاما، عاش 90 عاما. ومن تصانيفه التيسير في علم التفسير، وحياة الأرواح، والدليل إلى طريق الصلاح، والرسالة القشيرية التي نحن بصدد قراءتها في التصوف، والفصول الأربعة و40 حديثا، والتحبير في شرح أسماء الله الحسنى، ولطائف الإشارات، ويعرف بتفسير القرآن تفسيرا إشاريا صوفيا، وال40 الأمالي، يعني التي أملاها، ونحو القلوب والجواهر الثمينة، كل هذا من مؤلفاته وعلومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسالة القشيرية هذه من أعمدة التصوف الإسلامي. الإمام القشيري طبعا من علماء القرن الرابع، يعتبر يعني أواخر الرابع، ويعني 65 سنة في الخامس، فهو من العلماء المعتبرين،
الذين يعتمد على كلامهم في التصوف الصحيح رضي الله عنه وارضاه. ولذلك يوصون السالك بقراءة هذه الرسالة كالحكم، كحكم الشيخ ابن عطاء الاسكندري، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، وعلم القلوب لأبي طالب المكي كذلك، وإحياء علوم الدين. يعني هذه أعمدة التصوف الإسلامي الصحيح، يعني الذي يريد أن يعرف التصوف الصحيح يقرأ هذه الكتب حتى يكون على علم بعلم الأخلاق أو علم الإحسان. وشارح هذه الرسالة الشيخ زكريا الأنصاري، وهو شيخ الإسلام. الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنوكي، نسبة إلى سنيكة بليدة من محافظة الشرقية، وهو قاهري أزهري، عاش في القاهرة، وكان من علماء الأزهر الشريف، وكان شافعي المذهب. طبعا عالم في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد والتصوف والنحو والصرف والمنطق والجدل. وولد رضي الله عنه في سنة 826، يعني أوائل القرن التاسع الهجري، وقيل سنة 823 وقيل سنة 824. ثم تحول إلى القاهرة وتولى القضاء، كان قاضيا شرعيا، وتوفي بها سنة 926، يعني أنه عاش 100 عام. الشيخ زكريا الأنصاري عاش 100 عام، كما أن الشيخ القشيري عاش 90 عاما، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. هؤلاء طبعا ينطبق عليهم هذا الكلام، علماء فقهاء عباد رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم تركوا وراءهم يعني أثرا كبيرا في العلم، لأنهم قضوا حياتهم كلها في العلم والتأليف والتصنيف، وعاشوا فقراء لا حاجة لهم في الدنيا رضوان الله عليهم. ولذلك الشيخ الأنصاري طبعا عاش 100 عام، فترك مئات الكتب والرسائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان معاصرا للعلامة السيوطي، يعني عاش بعده بحوالي ما يقرب من 15 سنة. يعني العلامة السيوطي توفي سنة 911 وده 926 رضي الله عنهم جميعا. قال الشيخ القشيري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أي أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. والاسم مشتق من السمو، بسم الله، والسمو هو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة. يعني كلمة اسم مشتقة إما من السمو أو من الوسم، السمو وهو العلو، أو من الوسم وهو العلامة. والله عز وجل علم على الذات الواجب الوجود، علم على الذات الواجب الوجود. ليه؟ لأن هذا الاسم لم يسمى به غير الله تعالى، يعني كما قال القرآن:
هل تعلم له سميا؟ أي لا تعلم له سميا، لا تعلم له سميا، يعني لم يسم أحد على طول الزمان ولده بالله أبدا. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم له مسمى باسمه؟ الجواب لا، لا نعلم له مسمى باسمه. والله علم على الذات الواجب الوجود سبحانه وتعالى، لأن وجود الله تعالى ذاتي، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. هذه معنى كلمة علم على الذات الواجب الوجود، يعني هذا هو الصواب، أن تقول علم على الذات الواجب الوجود سبحانه وتعالى. المستحق لجميع المحامد، الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى، يستحق جميع المحامد بأنواعها لذاته وصفاته سبحانه وتعالى ولأفعاله. ليه؟ لأن الله تعالى واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الأفعال سبحانه وتعالى، لا يشبهه أحد لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. ليه؟ لأن جميع المحامد منه وإليه، ولذلك لما علم من الخلق أنهم لا يعرفون الثناء عليه ولا يعرفون حمده أو كيف يحمدون، علمهم المحامد وكيف يحمدون، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا هو إيه؟ الثناء على الله تعالى بما هو أهله. ليه؟ لأنه هو الذي علمنا هذا الثناء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هكذا علم إيه؟ علم المسلمين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يثنون عليه سبحانه وتعالى، هو المستحق لجميع المحامد. والرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحمة، يعني مشتقان من الرحمة، كغضبان من غضبة وسقيم من سقيم. والرحمة رقة القلب، وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه سبحانه وتعالى، يعني الرحمة عند العبيد غير الرحمة عند إيه؟ المولى سبحانه وتعالى. قال فتحمل على غايتها، غاية الرحمة الإنعام، الإنعام، لكن طبعا الكيفية النفسانية دي طبعا تستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه طبعا يعني هي رقة في القلب، وطبعا الله تعالى ليس كمثله شيء، ومن صفاته السلبية الواجبة له المخالفة للحوادث. فالرحمة في حق الله تعالى
تفسر بغايتها وهي الإنعام، لأنه سبحانه وتعالى خالق الرحمة كما في حديث البخاري إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، إن لله 100 رحمة أنزل في الأرض منها جزءا واحدا وأمسك عنده 99، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يبقى إذن الله تعالى خالق الرحمة، هو الرحمن الرحيم، يعني هو المنعم على عباده، يرحمهم بهذا الإنعام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الإنعام من رحمته سبحانه وتعالى. فهو منعم سبحانه بفعله أو إرادته سبحانه وتعالى، فهي صفة أو فتكون صفة فعلية، صفة يعني تنسب لأفعاله سبحانه وتعالى، فمن أفعاله الرحمة سبحانه وتعالى، يعامل خلقه بالرحمة، وسمى نفسه أرحم الراحمين وخير الراحمين سبحانه وتعالى. فتكون صفة فعلية أو الإرادة فتحمل على غايتها وهي الإنعام، أو الإرادة يعني إرادة الرحمة بعباده سبحانه وتعالى، فتكون صفة ذات، صفة ذات. قال: وبنيت الصفة المشبهة من رحمة، مع أنه متعد بجعله لازما، ونقله إلى فعل بالضم من رحمة، أي وهو إيه؟ الذي يرحم عباده سبحانه وتعالى، أو صفته الرحمة. والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زي ما يقول العلماء كما في مثلا إيه؟ قطع وقطع، فقطع أشد من قطع، كذلك رحمن يعني تدل على الرحمة أكثر من الرحيم لزيادة الإيه؟ المعنى، زيادة المبنى. بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم قال: الحمد لله. الحمد لله يعني الثناء بالجميل على الجميل لله عز وجل، اختصاصا واستحقاقا وملكا على ما سيأتي إن شاء الله. يعني معنى الحمد الثناء على الله تعالى بالجميل سبحانه وتعالى. قال: بدأ بالبسملة وبالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، أي القرآن، لأن أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، آية من الفاتحة على ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجماعة من العلماء، ولذلك تلاقي رقم 1 عليها، فهي يعني أحد 7 المثاني، لسبع آيات أولها إيه؟ البسملة. فبدأ بالبسملة وبعدها بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، أي بمسمى هذين اللفظين. وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع.
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو إيه؟ أقطع. وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو إيه؟ أقطع، كما رواه أبو داود. يعني في روايات ببسم الله والحمد لله وذكر الله، رواه أبو داود وغيره، وحسنه ابن الصلاح وغيره. وجمع المؤلف الشيخ القشيري رحمه الله بين الابتدائين، يعني بدأ بالبسملة والحمدلة، وكلاهما ذكر لله تعالى، لأنه بسم الله الحمد لله ينطبق عليه برضو إيه؟ بذكر الله. يعني بدأ ببسم الله والحمد لله وذكر الله، وجمع بين الابتدائين عملا بالروايتين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. قال: إذ الابتداء حقيقي وإضافي. قال: لأن الحقيقي، الابتداء الحقيقي الذي لم يتقدم عليه شيء، بسم الله لم يقل شيء إيه قبلها. والإضافي، البدء الإضافي ما تقدم غيره عليه، هذه معنى كلمة إيه؟ ابتداء إضافي. فبدأ ببسم الله ثم سنى بالحمد لله، قال هو أيضا ابتداء، بس الفرق بين الابتداء الحقيقي ما ليس قبله شيء، والإضافي ما سبقه شيء، فسواه تقدم عليه غيره. قال: فبالبسملة حصل الابتداء الحقيقي، وبالحمدلة حصل الابتداء الإضافي. قال: وقدم البسملة عملا بالكتاب، عملا بالقرآن، والإجماع والاقتضاء المقام، والاقتضاء المقام تقديم الحمد قدمه على لله تعالى، الحمد لله، لأنه سبحانه وتعالى مختص به، الحمد لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه طبعا يعني كأن المؤلف يعني يراعي توفيق الله تعالى، يراعي توفيق الله تعالى في التأليف، فهو يحمد الله تعالى على نعمة التوفيق للتأليف، فبدأ بالحمد. ليه؟ لأن كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى وبتوفيقه وبحوله وقوته. فدايما طبعا أهل العلم يعني يشهدون النعمة، يشهدون النعمة فيحمدون الله تعالى عليها. والعجيب أن تجد، أنك تجد بعض المتحررين في عصرنا هذا حينما يؤلف يتنصل من هذا البدء، يقول إيه؟ مقدمة، ويبدأ في الموضوع من غير بسملة ولا حمدلة ولا ثناء على الله. شفت الغرور؟ هذا غرور، يعني زي ما نقول يتنصل من الإيه؟ الأشياء الموروثة عن السلف الصالح رضي الله عنه. كل الناس يعني من بدء التأليف
من القرون الأولى يقولون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو عايز يتنصل من هذا القديم، يقول لك ايه، عايزين ايه، نجدد الخطاب الديني. سبحان الله العظيم، تجدد الخطاب الديني، تتنصل من الدين. اولا انت لا تستطيع ان تتكلم بلسانك الا اذا انطقك الله، ولا تستطيع ان تكتب بيدك الا اذا قواك الله. يعني ممكن انت تمسك القلم وايدك تنشل، ما تحركش القلم. المفروض يعني ترعى نعم الله عندك، فتقول بسم الله والحمد لله علشان تراعي توفيق الله لك. من الذي علمك القراءة والكتابة؟ هو الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فين عاد إبليس؟ عاد أنساه هذا الشكر، زي ما قال هو. شوف القرآن كشف نمر إبليس، شفت إزاي؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعشان يجدد الخطاب الديني لازم يكون تبع حزب إبليس، لازم، وإلا ما يبقاش مجدد، يبقى مجدد الخطاب الشيطاني مش الخطاب الرحماني. لا، لأنه عامل نفسه أنه طبعا إيه يعني إيه العالم الفذ الذي سيأتي بما لم تستطعه الأوائل. يقول زي ما قال أبو العلاء المعري زمان مغرور لما قال وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. إيه يعني إيه يعني إيه تجيب إيه أنت أصلا يا أخي؟ الملائكة اللي هم الكرام حينما سئلوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأنت يعني يصير بك الغرور إلى هذا الحد، سبحان الله، إن هذا لشيء عجاب، سبحان الله. لكن انظر إلى أهل العلم كلهم لابد أن يبدأوا بالبسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى، لأنه يستحق الثناء. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الله بدأ كتابه بالبسملة والحمدلة والثناء لما علم من عباده أنهم لا يستطيعون الثناء عليه بما هو أهله، فعلمهم كيف يثنون، وجعل نصف الفاتحة ثناء، والنصف الثاني دعاء. تعليم، هذا تعليم من الله للعباد، سبحان الله. والاقتضاء المقام، بل تقديم الحمد قدمه على الله تعالى، وإن كان الأهم طبعا ذكر المولى تبارك وتعالى. وجملة الحمد لله قال خبرية لفظا إنشائية معنى، خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني زي كلمة رحمه الله معناه اللهم ارحمه، غفر الله له يعني اللهم اغفر له. كذلك هنا خبرية في اللفظ لكنها إنشائية في المعنى، يعني
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء، إنشاء الحمد، والحمد سبحانه مختص بالله كما أفادته الجملة، الحمد لله، لأنه ما قدرش أقول لأي مخلوق الحمد لك أبدا، لكن الشكر ممكن، أشكر فلانا، ومن لم يشكر الله لم يشكر الناس، أو لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن الحمد لا، الحمد ده خاص بالله تبارك وتعالى. طبعا الحمد هنا ال فيها للاستغراق، ال فيها اي الاستغراق جميع النعم، الحمد له سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فهي ال هنا للاستغراق او للجنس كما قال الزمخشري، او للعهد كما نقله ابن عبد السلام. فكل يعني كل فرد من أفراد الحمد مختص به سبحانه وتعالى، أو أن جنس الحمد مختص به عز وجل. بعدين يعني حمد العباد لله راجع إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وفقهم للحمد، فلولا توفيق الله لهم لما عرفوا كيف يحمدون. يعني الحمد له ومنه وراجع إليه سبحانه وتعالى، فلولاه ما استطاعوا أن يقولوا إيه الحمد لله، يعني لو أمسك لسانهم عن النطق ما استطاعوا النطق، لولا أنه وفقهم كيف يثنون عليه ما استطاعوا كيف يثنون عليه. نعم، أي نعم، كنعمة الشكر تحتاج إلى شكر، لأن الشكر أو التوفيق للشكر من الله، فإذا وفقت للشكر فاحمد الله على أن جعلك من الشاكرين سبحانه وتعالى. والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. الحمد في اللغة الثناء، من أثنيت عليه إذا أتيت بخير، والحمد طبعا باللسان، الحمد يكون باللسان، تقول إيه؟ الحمد لله، لأنه آلة الإيه؟ آلة النطق. الثناء باللسان على الجميل أي على الله تبارك وتعالى، طبعا من أسمائه الجميل، حديث الإمام مسلم إن الله جميل يحب الجمال في حديث الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أن يقولون يعني هل هذا يعد من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر
بطروا الحق وغمطوا الناس، يعني ليس كما تظنون، يعني كون الإنسان يلبس حسنا، يلبس ثوبا حسنا ونعلا حسنة، يعني هل هذا يعد من الكبر؟ الصحابة ظنوا ذلك، أيعد ذلك من الكبر يا رسول الله؟ لأن الإنسان منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. يبقى الجميل دي اسم من أسماء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه عليه، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، أي والتبجيل هو التعظيم لله تبارك وتعالى. قال سواء تعلق بالفضائل كالصدق والحياء والتواضع والسخاء والوفاء والعلم وأداء الأمانة، دي اسمها ايه؟ فضائل. قال أما الفواضل فهي الأشياء الفاضلة، الأشياء الفاضلة. وعرفا الحمد في العرف للفعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. فعل ينبئ، طبعا هنا فيه قول ينبئ وفعل ينبئ اللي هو العمل بالجوارح، العمل اعملوا آل داود شكرا، ترجمة يعني، ترجمة الحمد بالجوارح، ثناء باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، اللي هي وما بكم من نعمة فمن الله. فالاعتقاد بالقلب أن كل نعمة من الله هذا شكر، هذا شكر. ليه؟ لأنه الاعتقاد، اعتقاد الإنعام بالقلب يجعل الإنسان لا يعصي الله تعالى بنعمة، لأن الإنسان يستحي، يستحي أن يعصي الله تعالى بنعمة أعطاه الله إياه. ولذلك الإنسان لما ينسى المنعم يعصي. المال نعمة مثلا، نعمة من الله، وزينة الحياة الدنيا، فالذي ينسى نعمة الله في المال يعصي بهذا المال. مش بيشتري خمر ويشتري حشيش ويشتري بنجو ويشتري سلاح ويشتري أشياء محرمة بهذا المال. لو سألته لك أنا حر، يبقى هنا نسي إيه؟ نسي المنعم ونسي أن هذا المال من الله، ولذلك تجرأ إيه؟ على العصيان بالنعمة. ولذلك قال الحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد، يعني يحمد باللسان ويحمد بالأركان والجوارح ويحمد بالجنان وهو القلب، والأمور الثلاثة هذا هو الإيه؟ يعني الحمد الكامل، يعني ليست مجرد إيه؟ كلمة تقال باللسان يقول إيه؟ الحمد لله، لكن ترجع إلى أفعاله لا تنبئ عن الحمد ولا عن الشكر، بل تنبئ عن أنه يعصي الله تعالى بجوارحه، وذلك لنسيان المنعم، نسيان المنعم. لذلك القرآن لما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الشيخ النسفي قال إيه؟
أي ننعم عليهم بالنعم وننسيهم شكرها. هذه معنى الاستدراج. استدراج الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه قال في حكمة من الحكم، يعني إذا رأيت العبد منعما عليه وهو مقيم على معصيته سبحانه وتعالى فاعلم أنه مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كل ما تزداد النعم عنده يزداد عصيانا، كما قال القرآن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني يزداد غنى يزداد معصية برضو لنسيان المنعم، نسيان المنعم سبحانه وتعالى. وده أخطر شيء في حياة العبد اللي هو نسيان نسيان المنعم. ولذلك شوف القرآن يعني بينتقم انتقام شديد من اللي هو يعصي الله تعالى بنعمه. شوف الوليد بن المغيرة وربنا اداله نعم لا حصر له، شوف القرآن بيقول عليه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. لسه ها يعني هو وحداني، وكان له عشرة أولاد في مكة وبنين شهودا في مكة، شهودا يعني ما بيسافروش لا لليمن ولا للشام، يعني لا بيروحوا رحلة الشتاء ولا رحلة الصيف، وبنين شهودا حاضرين في مكة لأنهم أغنياء مش محتاجين يسافروا في الجبال ولا منعمين مترفين، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا يعني أعطيته من الدنيا ما لا معطي غيره. وفي الآخر يطمع في دخول الجنة ثم يطمع أن أزيد. ببجاحة يقول ينظر إلى سيدنا عمار وسيدنا صهيب وسيدنا بلال العبيد الفقراء دول، يقول لئن دخل هؤلاء الجنة لأدخلنها قبلهم. يفكر أن دخول الجنة بالرقاب الغليظة والأموال الكثيرة. إزاي يعني؟ كيف يعني؟ إزاي؟ بعد ده كله لسه تخش الجنة كمان؟ وذلك أنا ردعوا كلا كلا، يعني زي ما يقول له اخسأ يا لعين اخسأ يا لعين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلا، السبب إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه كان لآياتنا عنيدا. ما لا يقول ده اللي نزلت عليه الآيات ده مجنون، لا ده سحر يفرق بين المرء وزوجه، كل مش عارف يقول مش عارف يقول سأرهقه صعودا، يعني عقبة شاقة المصعد في جهنم يكلف بالصعود عليها فلا يقدر. سأرهقه صعود، هنا شوف عدل، شوف انتقام المولى من من الطغيان بالمال والأولاد، بالمال والأولاد. شوف قارون فخسفنا به وبداره الأرض لأنه نسي المنعم، نسي المنعم. قال له قومه لا إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني المال ده يعني أنا اللي جايبه، أنا بعلم عندي أنا. قيل إنه يعني علمه الله علم السيمياء أو الكيمياء الذي يحول النحاس إلى ذهب، فنسي عاد المنعم. قال إنما أوتيته على علم، أنه قومه وأحسن
كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. سبحانه وتعالى قال: إنما أتيته على علم عندي. نسي المنعم ونسب يعني المال لنفسي، يعني أنا اللي جايب المال ده. شوف عدل الانتقام، فخسفنا به وبداره الأرض. قال كل يوم ينزل قامة بطوله، شوف شدة الانتقام. إلى الآن قال العلماء كل يوم ينزل لتحت. فخسفنا به وبداره، يعني بكنوزه. الكنوز اللي هي لو اجتمع 40 ما استطاعوا حمل المفاتيح، كما قال القرآن: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة الأولى، يعني لا يستطيعون حملها، لتنوء من ثقلها ما يقدروش يشيلوا المفاتيح. شوفوا الخزائن قد ايه، وشوفوا المفاتيح قد ايه. اي واحد يقول طب ادينا مفتاح لانه دي خزائن مليانه ذهب، مليانه ذهب، خزائن مليانه ذهب. طب اما اللي في الخزائن ده ايه؟ لما العصبه القويه، نشوف عد، خلي بالك يعني دي كانت رجال اقوياء جدا الزمن الاول، ما فيش مقارنه طبعا بين، يعني احنا نعتبر اقزام بالنسبه لهم لا شيء. يعني عصبه طبعا اللي خلى في الجاهليه كان ابو جهل، وكان سيدنا حمزه وسيدنا عمر وابو الاشد، كان الواحد يقف على جلد البعير يتقطع من تحته وهو لا يتزحزح، وخذ من ده كثير. عصبة قوية، ومع ذلك ما تقدرش تشيل المفاتيح. يعني أعطاه الله مالا، يعني هنا يقول لو جمعت أموال العالم يعني لا تساوي شيئا بجوار ما أعطاه الله لقارون، لا تساوي شيئا. لأنه أنت تصور أنت معي طبعا كل خزانة فيها إيه، وكديه عدد الخزانات وكديه عدد المفاتيح. مش واحد بس، ده أي واحد يشيل 1000 مفتاح حتى ولو كان ضعيفا. بلك العصبة قال لا تطلق إلا على 40 أو أقل أو أكثر، يعني حتى لو كانوا 10 لو كانوا 5 شيء طبعا لا يعد ولا يحصى. ومع ذلك شوف مجرد أن قال إنما أوتيت على علم عندي، خلاص فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ لعصيانه بالنعمة ونسيانه الشكر عليها ونسيان المنعم، هو الأساس. نسي المنعم بدل أن يقول يا رب لك الحمد ولك الشكر، ويقول المال مال الله وأنا عبده، ما قالش كده، إنما نسب العلم إيه لنفسه. نوريك شدة الانتقام، شدة الانتقام من نسيان المنعم وعصيانه بإيه، بنعمته. ذلك شوف القرآن على سيدنا نوح عليه السلام، قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فالحمد عرفا ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد سبحانه وتعالى. وقوله
ومورده الحمد أي محل وروده طبعا اللي هو اللسان يعني، وهو آلة النطق من لسان أو غيره. أما الشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره، سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان. وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وسائر الجوارح إلى ما خلق لأجله، هذا هو الإيه؟ الشكر. يبقى الشكر الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم سبحانه وتعالى. أما الشكر صرف جميع ما أنعم الله على العبد فيما خلق لأجله. القرآن طبعا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإنسان يتعبد بجميع جوارحه لله تبارك وتعالى. فالشكر أنك تستعمل كل نعمة فيما خلقت لأجله، اللسان في ذكره سبحانه والثناء عليه بما هو أهله، العين في النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى والتفكر والعظة والاعتبار، السمع كذلك يستعمله في سماع الخير ويصونه عن سماع الشر، وكذلك اليد لا يسعى بها إلا فيما يرضيه سبحانه وتعالى، كذلك اليد لا تمتد إلا في الخير، يجمع المال من حله وينفقه في حقه. هذا هو معنى إيه؟ الشكر. الشكر يبقى الشكر هنا في كل الجوارح، اعملوا آل داود شكرا أي لأجل الشكر. ثم قال الذي تفرد بجلال ملكوته، المولى سبحانه وتعالى الذي تفرد بجلال ملكوته أي بجلال ملكه العظيم كما أفادته المبالغة المنبع عنها زيادة اللفظ، لأن الملك والملكوت، لكن الملكوت أبلغ من الملك، لأن الملكوت يشمل المرئي وغير المرئي، فالملكوت يعني يشمل عالم الشهادة وعالم الغيب أعم من الإيه؟ من عالم العالم الملك اللي هو إيه؟ عالم الشهادة الموجود أمامنا نراه، لكن الملكوت يشمل ما أمامنا من الملك ويشمل ما غاب عنا، كما قال القرآن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سبحانه وتعالى. والملكوت فعلوت، وهو ما غاب عنا معشر المحجوبين شهودا بخلاف الملك إذ هو عالم الشهادة. وقيل إنها لغة في الملك، يعني في قول تاني يقول إنها لغة في الملك زي الحياة والحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لغة في الحياة، بس برضو قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية. الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته أي قهره لغيره، كما قال وهو القاهر فوق عباده.
سبحانه وتعالى. جمال جبروتها قهر الغيب على وفق إرادته سبحانه. فالجبار من تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل شيء، ولا تنفذ عليه مشيئة غيره سبحانه وتعالى. يعني القاهر هو الذي يقهر ولا يقهر سبحانه وتعالى. كذلك الجبار يعني الذي تنفذ مشيئته في كل شيء ولا تنفذ مشيئة غيره عليه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه الفعال لما يريد، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه طبعا يعني ما أراده الله تعالى أزلا يقع في الآن في عالم الملك على وفق ما أراد، على وفق ما أراد سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يغير في إرادة الله تعالى شيئا. ومعنى الجبار يعني القاهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ومعنى ما شاء الله كان أي ما شاء الله وجد، هذه معنى كان. ما شاء الله كان أي ما شاءه الله أزلا وجد الآن على وفق مشيئته وتحقق، لا محالة في ذلك. فلا راد لقضائه ولا مانع من قدره سبحانه وتعالى. وما لم يشأ لم يكن أي لم يوجد. قال: وقد يكون الجبار بمعنى الجابر، أي جابر كل كثير سبحانه وتعالى. وأشار بهذا مع ما قبله إلى أنه تعالى متصف بالصفات السلبية، يعني القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، مثل أنه ليس بجسم ولا عرض، يعني لا يوصف سبحانه بكونه جسما أو عرضا، يعني بشيء حسي أو معنوي لا يوصف بهذا المولد، ولا في مكان ولا في زمان، لأنه خالق الزمان وخالق المكان. فهو سبحانه وتعالى يعني لا يحويه مكان ولا زمان، لأنه خالق الأمكنة وخالق الأزمنة، فكيف يكون فيها أو يتصور أنه سبحانه وتعالى له أول أو له آخر؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. وبالصفات الثبوتية أيضا كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. وقوله يطلق الجبار بمعنى القاهر يعني الغالب لغيره على ما أراده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه الخبير الأحكم الحكيم العليم،
والخبير الذي يعلم حقائق الأشياء، هذه معنى كلمة الخبير، يعلم إيه؟ حقائق الأشياء. والصفات الثبوتية قال كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء. قال لأن صفات الجلال صفات قهر، والقهر يستفاد من السلب، وصفات الجمال صفات لطف، واللطف يستفاد من الإيجاد. دي نقطة يعني منطقية. قال وجمع بينهما، يعني بين صفات الجلال والجمال، ليكون العبد بين الخوف والرجاء. ولذلك القرآن دائما يقرن يعني بين الخوف والرجاء، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. دائما الإيه؟ علشان الإنسان يعني ينظر إلى القهر والشدة والغلب، وينظر إلى المغفرة والرحمة. ياخدش واحدة ويترك الثانية علشان لا يقع في الطمع، الطمع أن يدخل الجنة بغير عمل، ولا ييأس من روح الله ومن رحمة الله، لأن الشيطان أحيانا يلبس في الصفتين، في صفات الجمال والجلال. يعني لما يكون عايز واحد يعصي الله تعالى يقول له شوف ربنا بيقول إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت ذنبك إيه جنب مغفرة الله؟ ولا حاجة، اعمل اللي أنت عايز، وفي الآخر استغفر الله وتوب إلى الله وهو غفور رحيم. طب أنت معك ضمان على هذا؟ معك ضمان في قبول التوبة؟ أو معك ضمان إن أنا هعيش لغاية ما توب؟ طب أنا ممكن أعمل المعصية وأروح ميت بعديه. لكن هو كده يعني إبليس، ولما يجي عاد واحد يتوب يقول له أنت بعد ما عكرت المحيط بذنوبك جاي تتوب دلوقتي؟ أنت خليك زي ما أنت، ما فيش فايدة. يعني ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب هيوريك، فأنت خليك في اللي أنت فيه. شوف يعني، ولذلك يعني الرجل اللي استفتاه قاتل 99 وقفل عليه باب التوبة، شفت ازاي؟ راح قاتل، قال خلاص ما دام ماليش توبة يبقى انا هكمل 100، بدل ما يبقوا 99 نخليها 3 ارقام. يلا شفت ازاي؟ عشان قفل عليه ايه؟ باب الرحمة. خلاص ما دام ما فيش رحمة يبقى اعمل اللي كمل للآخر. لكن برضه هو ايه راح سأل تاني رجل من العلماء ففتح له باب الايه الرجاء، جاب له صفات الجمال الرحمة والمغفرة والتوبة. قال من يحول بينه وبين التوبة؟ عشان ده عالم وعارف يعني إن ربك واسع المغفرة، عالم عارف بصفات الله سبحانه وتعالى. أهو شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني ألهم هذا العالم أن يفتح له باب الرجاء، رغم أنه طبعا يعني قتل 100 ده، شوف أنت لما يكون واحد قتل 100 اجمع 100 كذا قدامك وشوفهم هو يقتلهم، طبعا ده قتلهم ظلما وعدوانا، لأن هو الظاهر كان شغال إيه قاطع طريق، يعني بيسطو على الناس ويأخذ أموالهم ويقتلهم. لكن
لما هو طبعا سبقت له السعادة قبل الولادة، ألهمه الله التوبة، ألهمه الله التوبة سبحانه وتعالى. ليه؟ والله غالب على أمره، علشان هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، ففضل يمشي مع الأسباب حتى قبض تائبا. تائبا إيه؟ بالنية، بالنية فقط، يعني نوى التوبة بعد كلام العالم اللي اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له ماشي، فضل ماشي حتى أدركه الموت. سبحان الله، شوف النية، نية التوبة، خلاص هو نوى التوبة وهيترك طبعا إيه الأرض الكفرة دي، اسمها أرض كفرة وديكها أرض نصرة، هيترك أرض الكفرة دي وأرض المعصية وراح لأرض الإيه التوبة عشان يتعبد مع العباد. ما خلاص نوى الإيه العبادة، نوى التوبة والعبادة، هو ده يموت في الإيه في المنتصف. فطبعا لما ملائكة الرحمة ملائكة العذاب اختصموا فيه، ده يقول له ده عاش وقتل، عاش طول عمره في المعصية وقتل 100، هنا حق فيها ناخده على جهنم طوال. الملائكة الرحمة قالت لا، إنه جاء تائبا فنحن أحق به، خلاص، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأرسل الله لهم ملكا قال قيسوا ما بين إيه الأرضين. رواية تعاد قال فوجد أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر أو بذراع أو بباع أو نأى إليها بصدره، يعني النص الأعلى وقع في الأرض التي أراد، والعبرة بالنصف الأعلى لأنه من غيره ما فيش حياة، حتى لو اتقطع النص التحتاني يعيش الإنسان من النص الأعلى. فوقع في أرض النصرة دي بالنصف الأعلى، فأخذته ملائكة الرحمة. انظر إلى يعني إيه جمال صفة الرحمة، صفة الجمال، فقبله الله، قبله الله سبحانه وتعالى بمجرد التوبة، مجرد التوبة. وحديث البخاري طبعا يعني حديث الرجل اللي هو يعني عصى الله عصيانا كثيرا وجمع أولاده وقال يا أولادي أنا ما عملت خيرا أبدا، ولئن قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذبه لأحد من العالمين، فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في الريح. فالأولاد طبعا إيه عملوا كده، حرقوا وصحنوا وزروه في الريح، لكن الله القادر جمعه بكن فيكون، جمع الرجل سبحانه وتعالى وقال له ما الذي حملك على ما فعلت؟ المولى بيسأل، قال خشيتك يا رب، يعني أنا عملت كده خوفا منك. قال فغفر الله له، غفر الله له. انظر إلى صفة الجمال، صفة الرحمة، يعني مهما عمل الإنسان يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، وقراب الشيء ملء الشيء، يعني ملء الأرض. تصور أنت معايا عاد ملء الأرض، ملء الأرض معاصي، ما عنده شيء، ما ليش آخر طبعا.
انت ما تقدرش تملى الجامع ده معاصي، مش ملء الارض، ملء الارض معصيه. لاتيتك بقرابها يعني ملئها مغفره، عشان ان ربك واسع المغفره. هذه دي صفه الجمال، هذه صفه الجمال، صفه الرحمه والمغفره. يعني الانسان لازم يعيش بين الايه؟ الخوف والرجاء، يعني يضع هذا في قلبه وهذا ايه؟ في قلبه. لان القران تجد دائما يمزج بين البشاره والانذار دائما، يعني نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب، اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى. يبقى جمع بين صفتي الجمال والجلال ليكون العبد بين الخوف والرجاء سبحانه وتعالى. قال وتعزز بعلو أحديته، كل ده في المقدمة في الثناء على الله. وتعزز أي اتخذ لنفسه العزة بعلو أحديته. فالمتعزز من عزته بذاته لا بغيره. المتعزز الله تعالى المتعزز، أي عزته بذاته لا من غيره. لكن نقول فلان عزيز، لكن استمد عزته منين؟ من الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يبقى دي ايه؟ من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لكن الله تعالى العزيز بمعنى الذي لا يغلب، العزيز الغالب القاهر الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. فهو تعالى العزيز قبل الخلق، العزيز قبل الخلق ومعهم وبعدهم. قال وقس بذلك نظائره السابقة واللاحقة، يعني دائما صفات المولى سبحانه صفات قديمة. بل وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. شيخ اللقاني في الجوهرة، وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، يعني لا أول له، هي صفات الذات. وتعزز بعلو أحديته وتقدس بسمو صمديته. وتقدس أي تطهر، بمعنى سبحانه أنه المبرأ والمنزه من عن كل نقص. لذلك أنت تقول سبحان الله، سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص. سبحان الله من التسبيح بمعنى التنزيه. وتقدس بسمو صمديته أي بعلو صمديته. والصمدية هنا معناها أنه المقصود في الحوائج على الدوام، قل هو الله أحد، الله الصمد. فالصمد يعني المصمود إليه في الحوائج، يعني المقصود إليه في الحوائج. دا
ده من معاني الصمد يعني، من معاني الصمد. ومن معاني الصمد برضو الذي لا يأكل ولا يشرب. لذلك الأعرابية لما سئلت عندها بعير لطجم بالخيمة، ما طلعش مع الإبل للرعي، فقالت لها ما بال بعيركم لم يخرج إلى المرعى، ما راحش ليه مع الإبل؟ قالت لها إنه صمد. إنه صمد، يعني البعير ساعات يقعد 3 شهور صائم لا يأكل. شوف الأعرابية، يعني أفواه الأعراب، خلي بالك، يعني بتقول اللغة العربية الفصحى. فمعنى صمد يعني الذي يطعم ولا يطعم، يطعم يعني يطعم عباده، وهو سبحانه صمد لا يأكل ولا يشرب. ليه؟ لأن الأكل والشرب من صفات البشر، لأن الذي يأكل ويشرب يتحكم فيه الأكل والشرب. طبعا لو بطل أكل وشرب يضعف ثم يموت، متحكم فيه الأكل لازم يأكل. يقدر حد يقول مش هاكل؟ يبقى منتحر، لأنه هيموت، هيموت، يعيش يوم الثاني الثالث الرابع، ساعة يأتيه الأجل ينتهي، ساعة الوقود يخلص من الجسم ينتهي الإنسان. ولذلك القرآن لما جاء ينفي ألوهية سيدنا عيسى وأمه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني يموت كما تموت الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. شوف الكناية الجميلة، كناية جميلة، كان يأكلان الطعام. قالوا لأن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى الإخراج، يتبول ويتبرز، والإله ليس كذلك. شوف الرد البليغ والكناية الجميلة من كنايات القرآن الجميلة، كان يأكلان الطعام بدلا أن يقول كان يقضيان حاجتهما كالبشر، لا ما قالش كده، إنما أتى بهذه الكناية الجميلة، لأن الذي يأكل ويشرب يتحكم فيه الطعام والشراب، إن لم يأكل ويشرب ضعف ومات. يبقى وخلق الإنسان ضعيف، تبقى قوي جدا جدا لو حبسناك ومنع عنك الأكل، تبقى لا تساوي شيئا، لا تساوي عصفورا، ما تقدرش حتى تشد الباب عليك تفتح من الضعف. لكن الله تعالى تقدس بسمو أي علو صمديته سبحانه، فهو سبحانه وتعالى المقصود في الحوائج على الدوام، وهو سبحانه وتعالى الذي يطعم ولا يطعم. وتقدس بسمو صمديته وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير. ومعنى تكبر أي تعاظم، تكبر أي تعاظم في ذاته،
عن مشابهة كل نظير وشبيه. النظير هو إيه؟ الشبيه. وبالجملة فهو تعالى منزه عن الأشباه والأضداد والأشكال والمشابهة أي الموافقة في الكيفية، والمضادة المنافاة الذاتية بين موجودين، والمشاكلة المشاركة في الشكل. فهو سبحانه وتعالى كما قال: ولم يكن له كفوا أحد. القرآن هنا طبعا دي السورة دي طبعا نزلت بسبب أن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المولى، يعني ذات الله تعالى. معي يعني طبعا عقول طبعا متحجرة، ما عندهاش شيء من الفهم خصوصا مما يتعلق بالله، يعني يعني مفكرين ان الاله ده يعني من نحاس، من حديد، من حجاره، ما عاملين كده يعني. فالقران قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله احد. احد يعني واحد الذات، احد يعني غير مركب من اجزاء، غير مركب من أجزاء، لكن كل المخلوقات مركبة من أجزاء، لكن الله تعالى واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الأفعال، يعني أن ذاته لا تشبه ذات أي مخلوق، وفعله لا يشبه فعل أي مخلوق، وصفته لا تشبه صفة أي مخلوق. هذا معنى أحد، واحد في الذات، الصفات، الأفعال. الله الصمد يعني لا يأكل ولا يشرب، وهو المقصود في الحوائج. شوف الرد: لم يلد، قالوا لأن الذي يلد يموت، ولم يولد، قال لأن الذي يولد يرث المجد عن أبيه، ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه ولا نظير ولا مثيل، يعني لا يشبهه شيء، لا يشبهه شيء، يعني لا في بعض الصفات ولا في معظم الصفات ولا في كل الصفات. هذا معنى الشبيه والمثيل والنظير. ولم يكن له كفوا أحد. شوف بلاغة الرد، بلاغة القرآن العظيم في سطر واحد فيها كل أنواع التوحيد، كل علم التوحيد في هذه السورة. ومن هنا كانت تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن يشتمل على التوحيد والقصص والحلال والحرام. فقامت قل هو الله واحد بثلث القرآن في المعنى وفي الثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ ثلث القرآن يعني عشرة أجزاء. قالوا: ومن منا يقدر على ذلك يا رسول الله؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن. يعني دي زي ما يقول رخصة للعوام من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، يمسك عادي يقرأ قل هو الله أحد. من قرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله، عشان
محدش يظلم ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تقرأها 50 مرة بنى الله لك قصرا في الجنة كما ورد في أحاديث صحيحة، ومن قرأها 100 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، في أعظم من هذا؟ وما أيسرها وما أسهلها. وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير، وتنزه في صفاته عن كل تناه وقصور. تنزه بمعنى تباعد وبعد عن كل نقص يعني. وتنزه أي تباعد في صفاته كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها عن كل تناه وقصور، بل تعم صفاته، بل تعم صفاته أي تعلقها جميع متعلقاتها الواجبة والجائزة والمستحيلة، بمعنى أن علمه متناه، فعلمه يتعلق بكل معلوم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فيعلم نفسه وغيره وما يستحيل وجوده، يعني يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه معنى التناهي في العلم. وهكذا في كل الصفات، صفات متناهية في كل شيء، في كل متعلقاتها، وإرادته تتعلق بكل ممكن، وقدرته تتعلق بكل معلوم خصصته الإرادة، لأن الإرادة تخصص والقدرة توجد. قال فلا مخصص بغير إرادته ولا واقع بغير قدرته سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولو الألباب.